للمزيد من مناقشة هذه التطورات الميدانية اليوم ينضم إلينا سيد ناجي ملعب الخبير العسكري. أهلا ومرحبا بك معنا سيد ناجي. بينما نرى هذه الصور لاستمرار هذه الاستهدافات في شمالي القطاع، وردنا قبل قليل مقطع نشره جيش الاحتلال وعممه على الصحفيين، لا يظهر فيه سوى جرافة وبعض العناصر يحاولون ويتحركون وسط مبان مهدمة. ما الرسالة العالمية وكيف ترى هذا التعتيم ومحاولات جيش الاحتلال نشر هذه المعلومات عن سير عملياته في شمالي القطاع؟ مبدئيا من حيث المبدأ، إسرائيل المنطقة الشرقية من قطاع غزة هي منطقة زراعية. إسرائيل قسمت هذه المنطقة إلى ثلاثة محاور وتوغلت بالأمس إلى في شمالي القطاع من جهة الشرق، ويعني استكانت في المناطق الزراعية وتستطيع حماية نفسها في تلك المناطق بالجو بالطائرات وبالطوافات وبالأرصدة، وهي تعرف أن المقاومة لا تبذل جهدا إلا في الأماكن السكنية، يعني أنفاقها وأسلحتها لن تكون في أماكن مكشوفة كالأماكن الزراعية. لذلك قامت إسرائيل بالوصول 3 كيلومتر في منطقة زراعية وأمنت رأس جسر لبقائها هناك وبدأت بالتوغل. بالأمس توغلت إلى شارع صلاح الدين، هذا الشارع الذي يمتد من شمالي غزة إلى جنوبها، وبقيت في هذا الشارع، ولكن نتيجة المقاومة الصلبة تراجعت بعد 3 ساعات أو 2.5 ساعات من بقائها في المكان، وخسرت آلية، وأعتقد أن لديها ضحايا وهي تحاول بهذه التعمية. هي أبلغت رويتر والآف بي قبل توغلها في أي في بدء عملياتها أن لا يوجد إعلام ولا ممكن أن يكون هناك مراسلين إعلاميين ولا تضمن سلامتها في المكان، طبعا خوفا من أن يعني أن ينقل المراسلون الخسائر والتي ممكن أن يتكبدها الإسرائيلي في الداخل. لذلك